فاضل وزير التك... سيد ممثلي كذلك الشركاء الاجتماعيين مرحل من حيث التأطير المادي وال... تم الشروع في التحضيرات لهذا الموعد الهام من خلال تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة على مستوى القطاع، بداية من تنويع عروض التكوين الموفرة خلال هذه الدورة والتي بلغ عددها ما يقارب 400 ألف مقعد بيداغوجي موزعة حسب طبيعة ومختلف أنماط التكوين، والتي تم توطينها عبر المنصة الرقمية مهنتي. تم فتح 443 تخصصاً متوج بشهادة خلال هذا الدخول، منها 158 تخصص للمترشحين من ذوي مستوى الثالث ثانوي و145 تخصص تأهيلياً قصير المدى، تغطي جميعها 23 شعبة مهنية مدرجة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني في طبيعتها وفي طبعتها الحالية.